مشاهدينا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مرة تانية في برنامج من سأزرع المليون. نتمنى تكونوا استمتعتم بمشاهدة حوار برنامج من سأزرع المليون مع العالم الجليل دكتورنا فاروق الباز والمهندسة رانيا منصور، رئيس مجلس إدارة شركة رامسكو للتجارة والتوزيع، واتكلم فيها عن أهم تحدي بتواجهه مصر خلال الفترة الحالية وهو التحدي المائي. في فقرتنا دي معانا ضيف عزيز وهو الفلاح الفصيح، عم الحاج عيسى الفلاح. اهلا بحضرتك عم الحاج. الله يبارك فيك، الله يحفظك. طب سيب التليفون شويه. ايه خلصت اللايف؟ خلصنا اللايف. الحاج عيسى دلوقتي في ملف مهم في مصر، هو التعديلات الدستوريه. انت النهارده طلبت انك انت تتكلم عن التعديلات الدستوريه وتاثيرها على الفلاح والمزارع المصري. حضرتك شايف ازاي كمزارع وكفلاح التعديلات الدستوريه؟ خليني بس اطلع من منبر حضرتك احيي كل معدين الصحه والجمال بما فيهم الاستاذ شعبان والاستاذ محمد العياري وكل معدين برنامج الصحه والجمال، وتحيه خاصه للمؤسسه العسكريه المصريه، وتحيه خاصه للمؤسسه الشرطيه وابطال الامن العام اللي ما يلاحقوا الحراميه والبلطجيه ومثير الشغب في الدوله، وتحيه خاصه للشعب المصري المحترم من صغير لكبير. طبعا التعديل الدستورية زي صورة 30/6، ما احنا موافقين على الرئيس. هي ما تعديل دستورية، بس احنا ناخد اخواتنا واولادنا وكل كبير وصغير وتنزل تدلب صوتك من اجل استقرار الدولة المصرية. التعديلات الدستورية دي يعني في حالات كتيرة في البلد المفروض ان الحكومه تبص عليها برضه، زي انت لما تدعي الشعب وفي تعديلات دستوريه والشعب موافق، لان الرئيس عبد الفتاح السيسي والمؤسسه العسكريه عملوا حاجه في البلد حلوه، عملوا لنا حاجات كبيره في البلد. يعني عندك في الدوله اتاسست من جميع الاسلحه الثقيله، ده ما حصلش في نظام الرئيس السابق مبارك من 32 سنه. النهاردة طبعا مصر بقت قوة عظمى. مصر النهاردة عملت قمة عربية أوروبية. النهاردة الرئيس بتاعنا عبد الفتاح السيسي بقى هو رئيس أفريقيا كلها. لازم إن احنا ننزل وندلي بصوتنا من أجل التعديلات الدستورية ونقول نعم كل الشعب المصري، بس يكون في نظرة للمواطن البسيط. النهاردة عندنا في جميع الصحة تعبانة، في جميع المستشفيات، يعني لازم نلقي نظرة، الحكومة تلقي نظرة للصحة، تلقي نظرة للتعليم. ملف الصحة بالنسبة للفلاحين، يعني دلوقتي من أكتر الناس اللي ممكن تتعرض للأمراض هو الفلاح، هو بيتعامل مع مبيدات، بيتعامل مع مية فيها ومالوش تأمين صحي. تمام. الفلاح هو العمود الفقري في الدولة ومالوش يعني مالوش تأمين صحي. احنا بس عاوزين نقول بس حاجه كده قبل ما نخش في الفلاح والمواطن والعامل والمستثمر والضابط والمهندس والطبيب والمستشار، عاوزين نقول للناس اللي بره اللي متهوهوا على البلد على جميع القنوات وعلى جميع التواصل الاجتماعي، زي آيات العرابي في امريكا، وزي بهجة صابر، وزي محمد ناصر، وزي معتز مطر، وزي كانت الخرة كانت الخنزيرة، كله ده أما يهوهوا زي الكلاب على مصر وفي الآخر مفيش نتيجة. وطبعا كل قليلة اللي ما تسمع للناس دي، لا احنا مؤيدين الدستور ومؤيدين السيسي ومؤيدين أي حد يخرج من المؤسسة العسكرية رئيس لمصر. لأن طبعا اللي حصل ده عندنا شبكة طرق كبيرة، عندنا استقرار، الامن مستتب، مفيش حد في الدوله فوق القانون، احنا دوله ما تمثل القانون، كل واحد ما ياخد حقه. بس عاوزين الحكومه تلقي نظره للي احنا اتكلمنا فيه ده، الصحه. عندك السفارات في الخارج مهمشه، اولادنا واخواتنا واللي شغال، العماله، مكاتب السفريات يكون عليها رقابه،
مش انا اخد لي 500 600 واحد اطلعهم السعوديه اطلعهم الكويت ومش لاقيين يا مأوى، مش لاقيين حتى يدفعوا ايجار شقه. اروح تقضي مصلحه في السفاره المصريه؟ طبعا السفاره مش هنا غايبه. هل اللي شغال في السفاره دي مش هياخد مرتب؟ مش يقضي مصلحه المواطن المصري بره؟ انت شايف ان في تقصير من السفارات المصريه في الخارج؟ ايوه شايف ان في تقصير لاخواتنا واولادنا في جميع السفارات في الخارج وبالذات دول الخليج العربي. في تقصير لاخواتنا واولادنا اللي هم غايبين عن البلد وما دخلوا رزق البلد. طبعا النهارده لازم ان الحكومه تلقي نظره على المواطن البسيط اللي ما يزرع. النهارده السماد غالي عليه. النهارده الجمع ما حدش يعرف ثمنه كام. 675 جنيه. ها؟ 675 جنيه. ولا المفروض الجمع ب 1000 جنيه. يعني فدان الجمع يجيب 18 دب ولا 17 دب ب 17000. من ساعة ما يزرع عم يصرف 5000 جنيه الفدان لحد ما يدرسه. يبقى غلة. الفدان النهارده بيها بمليون و300 ألف جنيه. هل المواطن ده يصدر مليون و300 ألف جنيه قبال 15 ألف جنيه في السنة؟ حرام. يعني لازم إن احنا نزرع القمح عشان نسد فجوة. ما ينفعش إن احنا نستورد قمح من روسيا. كل شوية نستورد قمح من روسيا. طب حاجة هل انت احنا استوردنا قمح قبل كده من روسيا كان اسمه قمح شبح. السبله طويله وما فيهاش خمس ست حبات لحد الفلاح ما بيقول مثلا يقول لك شبح شبح قلب اتنبح. ما فيش جديد. النهارده تروح تجيب مبيد ترش الزراعه، الزراعه تنشف بدل ما تبرك وتنضج. لا ده ما تنشف. مين اللي دخل الفساد البلد؟ مين اللي مدخل الفساد ده؟ النهارده عشان تجيب تجاوب باذنجان وتجاوب طماطم تستوردها من اسرائيل؟ لا، احنا مصر 120 مليون نسمه، نستورد من 6 مليون تجاوب طماطم والباذنجان. وفي شهر 9 اللي عدى 2018 استوردنا طماطم من الاردن. احنا كنا الدوله الرائده في منطقه الشرق الاوسط في الزراعه. احنا ما كانش حد في الزراعه في مصر قد مصر. مصر كانت تمثل في دول العالم ودول اوروبا فلوس. النهارده احنا صفر، احنا اتاخرنا. النهارده الناس لما تبني على الارض الزراعيه ركام وزلط وطوب وياخد محضر ويهد له المحليات تهد والجمعيه تهد وياخد محضر لانه جرف الفلاح. مفيش نتيجه. حاج هل انت راضي عن اداء الحكومه في التعامل مع الفلاحين؟ والله انا عم اطلب بس من الحكومه تخلي ان في نقابه للفلاح. احنا مش عارفين كم نقابه في الدوله. كل واحد نقيب فلاحين ياخد شقه ويقول لك ده النقابه وياخدها يقعد فيها او يستثمرها في اي حاجه. انا عاوز اعرف كم نقابه ومفيش ولا نقابه مهنيه. مفيش نقابه موحده للفلاح. فحق الفلاح. الفلاح مقدور حقه من قديم الازل وهو العمود الفقري في الدوله. هو منتج للحوم وللزراعه وللالبان. حقه مقدور. طب والتعاونيات يا حاج؟ تعاونيات ايه؟ مش في الاتحاد العام للتعاونيات وفي اكتر من الاف الجمعيات التعاونيه في مصر؟ انت شفت في جمعيه فيها جرار حارت؟ شفت جمعيه فيها مكنه قري؟ شفت جمعيه فيها مكنه ام كاتينه اللي كانت لما تحرط وتدرس زمان؟ مفيش. اتكهن ده. النهارده يروح الفلاح يجيب جرار يحرط من بره خاص الفدان ب 500 جنيه. شوف الساعه هتبقى بكام السنه دي دريس. النهارده العنب مال الدوله. الفدان 10 سنين اما ياخدوا المستاجر يزرعوا عنب اما يقتلوا. بعد ما ياخد العنب ال 10 سنين ما هو الفدان ملوش فايده. بقى زي الحجر. واغلبيه العنب ما يتصدر بره مش لما ياكلوه المصريين. هل انت يا راجل اعلامي اهو ادي لك كام سنه ما اكلتش فاكهه عادله؟ في الاورجانيك. في الاورجانيك بس قول الحاج. فيش فاكهه دلوقتي. في فاكهه. لا كلها مستخدم فيها مبيدات ومستخدم فيها اسمده. لا في فاكهه ما نستوردها من بره. لا
لو في مزارع كبيره هنا في مصر فيها فاكهه عدله، في مزارع كبيره بتزرع بس بتصدر للخارج. مزارع الرمان فتحت عينك كده، الرمانه الكبيره اللي كده فتحت عينك كده ودخلها الذبابه ضبط الفاكهه عشان خاطر الاوزون، كل ما يروح عم يفتح الاوزون اتفتح ومخلي البلد حراره، لا شتاء عارفين نعيش ولا صيف عارفين نعيش. بس احنا في الاخر وفي الاول ندعي الناس كلها انها تنزل تصوت للدستور، لا من اجلك واجل ابنك واجل اخوك وقريبك. طب يا حاج، هل الدستور يوفر حمايه للفلاحين؟ هل الفلاح في الدستور في مواد؟ هو اكيد مواد، لكن انت بالنسبه لك هل ممكن الحكومه حددت سعر الفلاح المصري مهمش؟ هل الحكومه حددت سعر 675 جنيه للارداب القمح؟ قليل، انا عاوز ارداب القمح يكون ب 1000 وطن البنجر يكون ب 1000 رخيص. الفلاح شغال عامل زي القلم الجاف اللي في ايدك ده، بعد ما يخلص الحبر اللي فيه على طول يترمى، ملوش اي صفه ولا له تأمين صحي، ولما ياخد أي مكاسب من غير ما ينتش بس لما يطلع الفلاح هو لما يطلع، ولولا الفلاح مبسوط وما ياخد حقه في الزراعة وزراعته لها تسويق ويكون في زراعة تعاقدية مع الدولة، هيكون الفلاح أما يطخ على البلد كلها الخير، خير الفلاح ده أما يطخ على الدولة كلها. طب يا حاج، ايه ابرز المشكلات اللي بيعاني منها الفلاحين دلوقتي؟ ابرز المشاكل اللي بيعاني منها الفلاح النهارده، الفلاح راح شرى تروسيكل وما يشتغل عليه، الفلاح شرى توك توك وما يشتغل عليه، شرى عربيه الصغيره الميكروباص الصغير ده وما يشتغل عليه. النهارده الفلاح مهمش، شرى مواشي والمواشي رخصت. النهارده البقره الوالدة خسرت 15000 جنيه عن ثمنها، كانت البقرة بحوالي 40000 45000، النهارده البقرة ب 20000 وب 15000. العدل اللحم كان ب 30000. طبعا الناس تقول لك انت تكره ان الحياة دي ترخص، طب نرخص المواد الخام بقى طالما نرخص العلف والضرار. لا، المواد الخام في الدولة كلها ترخص، زي منتجات الفلاح ما رخيصة كل المواد الخام تكون رخيصة، ولا الفلاح ده ملوش شخصية في الدولة مع انه هو المنتج الرئيسي ومحدش فاهم كده. هو اللي تعبان، هو اللي عين ابوه طالعة ومفيش نظرة على الفلاح. والشعب المصري شعب طيب، اما ينسى، يا ريت ان الحكومة تلقي نظرة للشعب. عندنا شباب كتيرة عطلانة قاعدة على المقاهي وفي الكافي شوب وقاعد من غير فتح نت وفيسبوك وازار وكده، وما فيش لا شغل ولا مشغلة. عاوز هو يشغل نفسه بشغلانة، لو ما يشغل نفسه وعنده شغلانة هيرفع كله ده، هيشوفك لعيشه. انا ما فيش شغل كتير، قاعد على المقاهي كتير، لا حول ولا قوة ولا قوة. طب يا حاج، احنا بس معانا تقرير في مؤتمر صناعة المستقبل 2030، هنشوف التقرير اللي نظمته مؤسسة عالم المال، وكان في مجموعة كبيرة من المستثمرين ورجال الأعمال والمسؤولين في الدولة، وفي كلمة للأستاذ عادل زيدان رئيس جمعية مزارعي المليون نص مليون فدان. هنشوف التقرير وهنرجع تاني مع الحاج عيسى. اتفضل، تحت أمرك. مشاهدينا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مرة تانية في برنامج من سيزرع المليون. انضم لنا في فقرتنا المهندس عادل زيدان رئيس جمعية مزارعي المليون نص مليون فدان ورئيس اللجنة الاقتصادية بنقابة الفلاحين أو نقابة العمل الفلاحين. بحضرتك يا باشمهندس، احنا سعداء بانضمامك لنا في الفقرة دي، وكمان استمعنا لكلمة حضرتك في مؤتمر مستقبل أو صناعة المستقبل 2030. كان مؤتمر مهم ضم
العديد من رجال الأعمال والمستثمرين في مصر والمسؤولين. وحضرتك تكلمت فيه عن 1.5 مليون مليون فدان والتحديات والإنجازات فيه. أهلا بحضرتك يا حاج عيسى مرة تانية في البرنامج. الحاج عيسى اتكلم معنا في قبل الفاصل وإذاعة التقرير عن التعديلات الدستورية. عاوزين نعرف رأي حضرتك كمستثمر زراعي، وقبل ما تكون مستثمر زراعي فلاح، عاوزين نعرف من رأي حضرتك يعني كيف ترى هذه التعديلات؟ والله بص سعادتك، يعني خليني الأول نقول إيه هو الدستور ده؟ هو الدستور ده هو القانون الأعلى أو الأسمى، تمام؟ اللي بيجي أصلاً أو بيتحط تعبيراً عن المبادئ الأساسية للحكم أو لنظام الحكم، والمبادئ الأساسية اللي بيقوم عليها المجتمع وشكل الحكومة. بيأتي هذا القانون أو هذا الدستور، تمام، معبرا عن الحياة الاجتماعية والحياة السياسية والحياة الاقتصادية في للمجتمع والتشريعية والقضائية أو للدولة، مظبوط فندم؟ فهو خليني أقول لحضرتك إن هي كلما طرأ على هذه الأمور مستجدات، تأخبر حضرتك، كلما طرأ على المجتمع مستجدات وعلى الحياة السياسية مستجدات وعلى الحياة الاقتصادية مستجدات، لابد من التوقف لعمل تعديلات دستورية توافق هذا الوضع، هذا الوضع وهذه الآونة اللي احنا فيها. طيب دستور 2014 وضع في يناير، كانت دولة بتعيش حالة من عدم الاستقرار وبتعيش ظروف صعبة جدا. تم وقتها وضع أو تعديل دستوري جديد في هذه الآونة. لم في هذا التوقيت تحديدا كانت الدولة أهم ما تبحث عنه هو أن تستقر الدولة، تمام، ومؤسسات الدولة، وكانت الظروف ظروف صعبة، فوضع في ظروف صعبة. أعتقد أن مش كل الناس في هذا التوقيت، تمام، أخرجت أفضل ما لديها طبقا للظروف اللي كانت فيها موجودة. احنا النهاردة بنعيش أوقات صعبة برضو ما تقلش عن اللي قبلها، ولكن جاء يعني الأوقات اللي احنا فيها هي أوقات الحصاد يعني، فده وضع يتربص ليه ناس كتير جدا، وأولهم التهديدات اللي يعني المحيطة بمصر من على الحدود من كام ليبيا أو من السودان أو من داخليا على مصر، من المتآمرين سواء جماعات إرهابية أو من يمول هذه الجماعات. التهديدات دي بس مش بتواجه مصر، يعني مصر بتواجه العالم، وضعت حوائط صد الإرهاب يسود العالم. وبناء عليه كان لابد من ان يحدث يعني هذه التعديلات في هذا الوقت تضمن بقاء الدولة المصرية، وتضمن استمرار الدولة المصرية في بناء مؤسساتها، وتضمن استمرار المشروعات القومية اللي جاءت معبرة عن رؤية الدولة ورؤية السيد الرئيس، تمام، اللي وضع حجر أساس كتير منها، منها من انتهى ومنها لم يصل إلى نصف المطلوب عمله، ومنها ما لم ومنها ما يعني أنتج ويعني قطفنا جميعا ثماره. فهذه الأمور لابد أن تكتمل. فإحنا يعني في هذا الوقت محتاجين ان احنا نعدل بعض النصوص اللي تضمن استمرار هذه الحياة السياسية واستكمال مؤسسات الدولة والاستمرار في المشروعات القومية اللي موجودة بما يضمن الحفاظ على الدولة المصرية اللي النهاردة اصبحت مشارك رئيسي، تمام، ووضعت على خريطة العالم الاقتصادية وخريطة العالم السياسية وخريطة العالم الاجتماعية، واستعادت الدور الحقيقي لها على مر العصور في ظرف صعب جدا، فأصبحنا مشارك في كل الأحداث العالمية الآن، وأصبح لنا دور كبير لابد أن احنا نحافظ عليه ونهيئ المناخ اللي نقدر من خلاله نبني مصر الحديثة بشكل أفضل ونكون على الخريطة العالمية. وده بالفعل أستاذ عادل ده يعني هو المطلوب خلال الفترة ثم التعديلات اللي جاء، خاصة أن في يعني مش تعديلات في القرآن ولا في الإنجيل ولا في التوراة، ده في الدستور.
يعني في هو في تعديل في القرآن ولا في الإنجيل ولا في التوراة؟ ده في الدستور. طب انا بشكر حضرتك حاج عيسى، لكن يعني نستكمل في اطار التعديلات الدستوريه، كيف تؤثر هذه التعديلات على الفلاحين بصوره خاصه؟ والله خلينا وحضرتك كمان كمستثمر زراعي تؤثر يعني في ظل المشروعات اللي احنا بنمشي فيها، ظل المشروعات القوميه. خليني اقول لحضرتك ان يعني النهارده احنا يعني بنقول او عندنا مشروعات قوميه بدا بها سيادة الرئيس في جنوب مصر في الصعيد، ودي فيها فلاحين، وفي دلتا مصر مشروعات كبيرة جدا. طلع لنا قانون عايزين نستكمل ان احنا نكمل فيه، اللي هو قانون منع التعدي على الأراضي الزراعية وقوانين المصالحات على ما تم التعدي عليه قبل 2017. تمام. كل هذه الامور محتاجة انها قانون نقابة الفلاحين المواطن يكون في مصالحات. طبعا مشروع مليون ونص فدان ده، او مش بس مشروع مليون ونص فدان، كمان مشروع 100,000 فدان صوبه زراعيه. فكل يعني الفلاح او الزراعه هي حرفه الفلاح. الزراعه يمكن تحوز على اكثر من 40 او 45% من المشروعات القوميه في مصر حاليا، بالاضافه للمدن الذكية الجديدة اللي هي المدن الرقمية، هي مدن الجيل الرابع، دول أكتر من 14 مدينة معظمهم في الإسماعيلية وبورسعيد والسويس وأسيوط سوهاج الجديدة، أنت أخبر حضرتك وسوهاج وغيره. فيعني أعتقد أن الفلاح ما فيش حد في الدنيا يراهن على وعي هذا، يعني على وعي المجتمع المصري وتحديدا الفلاح. طول عمر الفلاح طول عمره هو اللي بينتج وهو اللي بيشتغل تحت اي ظروف. تمام، ده بالفعل اخبار حضرتك. وطول عمره في علاقه وطيده بين الفلاح وبين الدوله، اخبار حضرتك. محدش بيقدر يتدخل في المساحه دي، بقاء الدوله من بقاء الفلاح، وبقاء الفلاح من بقاء الدوله، والزراعه امن قومي، والزراعه بالتحديد امن قومي زي ما قال عم عيسى. فاعتقدنا ان شاء الله باذن الله بنامل بعد هذه التعديلات ان الفلاح يكون له نقابه مهنيه تحميه، تدي له تامين صحي وتدي له معاش، تمام، ويدرج الفلاح على الخريطه الاجتماعيه للدوله المصريه بشكل واضح وكافي ويستحقه، لانها مهنه بقى لها 7000 سنه، اقدم مهنه في التاريخ، والى الان لم ينشا لها نقابه. وبالفعل انا بعض حضرتك في يعني قانون في نقابه في مجلس النواب حاليا يناقش وتم الموافقة عليه، يعني وخلال الفترة اللي جاية إن شاء الله هيتم إصداره بصورة نهائية بإذن الله. بإذن الله، يعني أكيد دي حاجة هتبقى حاجة عظيم طبعا هتبقى حاجة تاريخية، إن إن شاء الله يكون سيادة الرئيس أول رئيس ينشئ نقابة مهنية للفلاح ويهتم بأمر الفلاح من 7000 سنة. يعني مفيش نقابة مهنية 7000 سنة وفي كذا نقابة في الدولة. تمام. فطبعا هو تنظيم العلاقة بين النقابات اللي هي الموجودة حاليا وضعها في قالب قانوني في شكل نقابة واحدة تجمع كل الناس وتعمل في مصلحة الفلاح. أعتقد ده مطلب أصبح مطلب كبير من الفلاحين. والحقيقة الفلاح في ظل الظروف اللي كانت على مدار العصور، على فكرة على مر العصور كلها، في كل الظروف اللي الدولة بيبقى فيها مشاكل او ثورات، الفلاح هو اللي بيبقى شايل، هو اللي بينتج ويشتغل 24 ساعه، هو اللي بينتج وما بيطلعش من ارضه الحقيقه. يعني لما يطلع لثوره ولا ما يطلع مظاهره ولا ما يطلع لشغب ولا ما يطلع لمشاكل، ما غير الفلاح المصري شغال دينامو 24 ساعه ومهمش من قبل الحكومه. عاوزين الرئيس عبد الفتاح السيسي زي الشعب ما انتخبه مرتين واغلبيته الفلاح المصري. يا جماعة ده الشعب ما ينسى بسرعة، شعبنا طيب، عاوزين نلقي نظرة للشعب. الناس مكبوتة، الناس لما تكح تراب. فخلينا نأكد على كلام عم عيسى في ان فعلا الفلاح عايز اللي يبص له وعايز اللي يدعمه. فكون ان يبقى في قانون بيناقش في مجلس الشعب حاليا وهو قانون النقابة المهنية للفلاحين، ده اعتقد يعني في ظل الظروف اللي بتعيشها مصر، وده يعتبر احد يعني اولويات سياده الرئيس
في هذه المرحلة أن يكون في نقابة للفلاحين، وده في حد ذاته يعد اهتمام بالفلاح وبمصالح الفلاح. ولكن كلنا أمرنا بالصبر، لأن يعني إحنا بنعيش فترة بناء وفترة دفاع عن البلد وعن حضرتك. فالفلاح بيستكمل مطلوب منه يعني إن هو يتحمل قليلا، وإن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله بإذن الله يعني نقول يا رب إن إن شاء الله بإذن الله شعب مصر كله شعب واعي، يخرج في التعديلات الدستورية ويقول رأيه وينزل يصوت ويعمل الصح تمام ويقول رأيه، لأنه من أجل استقرار مصر لأولادنا ولأولادك ولأولاد الجيل، عشان نستكمل مسيرة التنمية اللي بدأنا الحالية. فده إن شاء الله بإذن الله يكون في جديد يجعل والبلد متجهة للأمام، مصر بفلاحيها وعمالها وقبائلها العربية وموظفيها ومؤسساتها بإذن الله على الطريق الصحيح. احنا النهاردة بنشوف العمل، كل انت حضرتك بتسافر بتروح الصعيد، احنا انت حضرتك بتركب القطر فبتشوف على جانبي الطريق وانت ماشي حجم كبير من الانجاز. لو ركبت الطريق الطرق الجديدة هتشوف اعمال كتيرة وانجازات كبيرة بتتم على ارض الواقع. الكلام ده ما كناش بنشوفه. انت مزبوط. النهاردة حضرتك انت شايف يمكن الرئيس بيوصل الليل بالنهار، ما تعرفش هو بينام امتى بيصحى امتى، كان الله في عونه. والحكومة بتعمل النهاردة، شايفين رئيس الوزراء في الأقصر تمام. مزبوط. يعني الاهتمام بجنوب مصر ده شيء طيب. شيء عظيم، يعني ان أسوان يكون فيها اقبل حقل لإنتاج الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط، دي حاجة محترمة جدا. انا اتشرف معايا حضرتك. يبقى هنا عندنا اهتمام بالقاسي والداني في مصر. عايزين يعني نستكمل هذه المسيرة مع هذا الرجل الذي يعمل بإيمان كامل بهذا البلد، وشايف ان هو عليه دور وبيأديه وبيحاول يصطفي من حوله المخلصين المؤمنين بما يفعله. فاحنا مؤمنين ببلدنا، واحنا عارفين ان اللي بيحصل ده من تعديلات في مصلحتنا وفي مصلحة بلدنا ومصوب في مصلحة المواطن. فان شاء الله بإذن الله استقرار مصر يعني شيء أساسي. احنا دقنا طعام الاستمرار دلوقتي، صحيح تعبنا كلنا مظبوط، وعندنا دلوقتي ناس بالحقيقه حياتها الاجتماعيه بقت صعبه جدا. ايوه، ولكن لهم كل التحيه والتقدير، وان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه مصر فيها خير كتير. وان شاء الله رؤيه 2030 ان شاء الله باذن الله، وخطه 2030 باذن الله زي ما قال سياده الرئيس هنشوف فيها مصر جديده، مصر خيرها لكل ناس ان شاء الله باذن الله. في احنا السؤال ده مع المهندس عادل زيدان، وبعد كده مع حضرتك حاج عيسى عن المشروعات. في العديد من المشروعات بدأها الرئيس السيسي، منها مشروع المنص من فدان، منها مشروع ال100,000 فدان صوب زراعية، منها مشروع التمور والنخيل، منها المزارع السمكية في قناة السويس، العديد من المشروعات. كيف تأثير هذه المشروعات على صغار المزارعين وصغار الفلاحين؟ هل في فرصة ممكن المزارع من خلالها يستفيد يزود دخله ويطلع من أرض الدلتا ويطلع من أراضي الصعيد إلى الأراضي الجديدة ويستثمر فلوسه؟ خليني أقول لحضرتك إن أصلا ما وضعت هذه المشروعات تمام إلا لعمل أو خلق مجتمع زراعي صناعي عمراني جديد بعيدا عن وادي النيل لتوطين الناس في هذه المجتمعات تمام، في اقرب الازهر الصحراويه لكل محافظه، في اقرب زير صحراوي في كل محافظه. فهذه المشروعات في الاساس تمام، لو شفنا الخريطه او الخطه اللي مشت بها شركه الريف المصري اللي هي قالت فيها ان كل 23 فرد او 10 افراد قد ادنى من حقهم كل واحد ياخد فيهم 10 فدادين، ولكن في شكل مجموعه كامله 238 فدان تمام، 8 فدادين بيروحوا في عمل الطرق و230 فدان كاملين بيستلموهم، كل واحد كده بياخد 10 فدادين بيعمل ضمن ايه مجموعه كانها جمعيه بالظبط. صح معايا حضرتك. وكانت المقدمات وكلنا عارفين ضئيله جدا او ضعيفه جدا، وكانت التسهيلات كبيره جدا، وكانت التسهيلات في السداد كبيره جدا، فتره السماح زادت بقت 4 سنين.
نعم، الفلاح المصري او صغار المزارعين او شباب الخريجين يستطيعون من خلال هذه التجربه اخبار حضرتك اللي بنقول هي العمود الفقري حاليا للزراعه، هي العمود الفقري للاقتصاد القومي. احنا بنقول ان العبور المليون ونص فدان ومشروع الصوب الزراعيه في اعتقادي الشخصي هو عبور تاني بمصر. تمام، يعني وكل ما تشهده يعني مصر من احداث حاليا ومشروعات هي عبور تاني. بطلب من الحكومه حاجه، عاوزين الزراعه في مصر تكون تعاقديه. ازاي تعاقديه؟ اتعاقد مع الدوله، الفلاح يتعاقد. هو في قانون اصلا للزراعه التعاقديه بس غير مفاعل. ان انتج الفلاح خلاص كسب، فشل الفلاح يبقى هو اللي فشل، مش الفلاح يتعب وعينه تطلع ويشتري سماد ويسقي ويشتري سولر ويمرمط نفسه في الطين وفي الاخر خسران، زراعته ملهاش تسويق. يعني في سنه شارينا البطاطس شكاره ب1000 جنيه، الشكاره بس الزراعه هتجاوب 1000 جنيه. كنت ما تبيع الطن ب 500 جنيه، العالم قال لك انا مش هزرع البطاطس ثاني لحد ما وصلت 15 جنيه. يعني انت بتطالب بان الحكومه تعمل يبقى زراعة في تفعيل تعاقديه مع الفلاح. هو تفعيل قانون الزراعه انما التعاقديه. الناجح يبقى ناجح. هو في قانون اصلا يا حاج، اصلا في قانون اسمه قانون الزراعه العضويه التعاقديه. التعاقديه زي ما البنجر متعاقدين عليه، القمح مش متعاقدين عليه. هو 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 السؤال يا حاج عيسى اللي طرحه الشعبان هو ايه؟ هو هل في امكانيه الفلاح او امكان او الصغار المزارعين الاستفاده من هذه المشروعات القوميه اللي بتطرح ام لا؟ معايا حضرتك هيكون مستفيد، ما عندوش ارض مستفيد. فطبعا واللي عنده ارض هيشتغل في ارض. بالظبط سعادتك. فبالتالي زي ما قال عم عيسى، اللي عنده ارض او اللي عنده استعداد ان هو ياخد ارض وعنده الملاءه الماليه ان هو ياخد ارض يستصلحها فموجوده، يعني موجود في غرمينيا، موجود في المورا، موجود في الفرافره، موجود في توشكا. الحقيقه كل ده موجود. كمان اللي مش هيشتغل في الانتاج الزراعي يقدر من خلال هذه المشروع، من خلال المشروع انه يعمل انتاج حيواني ويعمل انتاج سمكي، صح، ويعمل مزارع سمكيه. تمام، في فرص استثماريه، في فرص استثماريه، وبالاضافه لفرص العمل اللي هيوفرها هذا المشروع. معايا حضرتك؟ انت لو حضرتك تلاحظ ان هناك كم من الشركات اللي اسست لصالح شباب الخريجين وصغار المزارعين في هذا المشروع جداً. عدد من الشركات كبير جدا اسست في هيئه الاستثمار. فهذه الشركات المفروض انها هتطور من ادائها، مش بس هذه الشركات اتعملت عشان الناس تمتلك من خلالها ارض فقط، لا، يقدر من خلال هذه الشركات تفعيل هذه الشركات في كل ما يخص التنميه الزراعيه في مصر وكل ما يخص القيمه المضافه على الاراضي الزراعيه وكذلك التصدير وكذلك مشروعات الانتاج الحيواني ومشروعات الدواجن. كل هذا من كل 23 شاب موجودين في الشركة يستطيع ان هم يجتمعوا ويقعدوا مع بعض ويشوفوا مين فيهم اللي عنده يعني اللي يقدر يدير وهو يبقى مفوض بالإدارة، ومين فيهم اللي فاضي فيكون في شركته ويكون عنده قدرات يعني عملية فتناسب المجال. مفيش يجيبوا ناس تانية من خارجهم هم يديروا الموضوع، وبحيث ان يجيبوا اللي فاهم اصحاب الخبره ويشتغلوا. بهذا الوضع هيبقى في عمل بالفعل على ارض الواقع. الحقيقه احنا النهارده الدوله بترسم الطريق. تمام. فبترسم الطريق وبتعمل الطريق لكل المشروعات قدام كل المجتمع المدني. لما تطرح جميع المشروعات. المجتمع المدني النهارده ما فيش باقي عليه غير حاجتين. ان هو بدل ما يشتغل في عكس اتجاه المشروعات القوميه يشتغل داخل هذه المشروعات القوميه اللي بالاصل هي مشروعات فيها تسهيلات وبتكسب مش ما بتكسبش، تاخبر حضرتك، بحيث ان راس المال الموازي ده يخش نشوفه على ارض الواقع ونشوفه في داخل مشروعات تعود على مصر كلها ان شاء الله بالخير، ونشغل ونخلق فرص عمل جديده. معايا حضرتك؟ كل ده لو تم هيتسنى لهذا المجتمع ان يبنوا دولته جنبا الى جنب مع الحكومه. يمكن النهارده انت حضرتك هتعمل تعديلات، مين اللي هيقوم ومين ليه السياده ومين ليه الراي الاول والاخير؟ الشعب. تاخد راحتك في هذه التعديلات، ما هو الشعب. الشعب فهو في الاخر مصدر التشريع.
احنا بنرجع له في الاخر. اكيد صح، الشعب هو صاحب السلطه في هذا البلد، صح، هو السلطه الاولى. فبالتالي الشعب لابد ان يدرك، او الناس لابد ان تدرك، او المجتمع المدني لابد ان يدرك ان عليه واجب وطني لا يقل تماما عن النزول في التعديلات او في الانتخابات الرئاسيه او في الانتخابات البرلمانيه. لابد ان هو كمان يشارك في المشروعات القوميه وهيستفيد وهيخلق فرص عمل لاولاده وهيفيد البلد. بالظبط. انا بشكر حضرتك مهندس عادل زيدان رئيس جمعيه مزارعي المليون ونص مليون فدان ورئيس اللجنه الاقتصاديه بنقابه العامه للفلاحين، شكرا جزيلا لحضرتك. انا بشكر صح. وبشكر العم عيسى الفلاح الفصيح. عايزين كلمه كده من عم عيسى. لا ده هو اتكلم كتير في معانا في الاول. كلمه بس كده، الرئيس يخلي باله مع الفلاح، اذا خلى باله مع الفلاح هينجح. تقول للناس ايه بقى بالذات في التعديلات؟ وفي التعديلات الدستوريه كل الناس تنزل، كل واحد اللي ياخد ابوه، واللي مش الجماعه اللي مش لاقين عربيه ياخدهم يوديهم في عربيه، وكل المجتمع المصري ينزل ويطلب صوته من اجل التعديلات الدستوريه علشان مصر تكون مستقره، ونحارب الناس اللي اعدائنا بره اللي بتتامر علينا. شكرا جدا عم حاج عيسى، شكرا جزيلا، شكرا استاذ عادل، شكرا جزيلا، ربنا يخليكم. ان شاء الله يعني احنا على موعد مع التعديلات الدستوريه يوم السبت المقبل، نتمنى النزول كل الناس وكل واحد يقول رايه بصدق باخلاص وبكل ايمان. ان شاء الله هنطلع نشوف تقرير عن مؤسسه الحلم الافريقي، انطلقت امس مؤسسه اسمها مؤسسه الحلم الافريقي 2063 بحضور عديد من السفراء والمسؤولين ورجال الاعمال والمستثمرين. هنشوف التقرير وان شاء الله انتظرونا يوم الخميس المقبل.